عشان مرات ابنك مستقبلا تدعي لك مش تدعي عليك، وعشان المجتمع مش ناقص عهات. كل اللي عايزاه منك عايزاكي بس تسألي نفسك سؤال، ايه هي الصفات اللي تتمني تكون في شريك حياتك، وايه هي الامور اللي تحب انه يساعدك فيها؟ اجابتك للسؤال ده هو ده المطلوب، هو ده بالظبط المفروض تعلمي لابنك. علميه ان الدين الاسلامي وكل الديانات السماوية حست على المرأة وتقديرها، ان من اواخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. احكي له مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، وانه كان بيدلعها ويقول لها يا عائش، ومواقفه مع باقي زوجاته في سورة حكايات. واي حاجة انت عايزة تعلميها لولادك قولها لهم باسلوب حكاية، هيفهموها وهتوصل لهم المعلومة اسرع. الاطفال بتحب الحكايات وبيستوعبوها اكتر من النصايح والاوامر. علميه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم ما جاء في البشرية وكان بيساعد زوجاته. علميه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس انشغالا في الدعوة وفي السعي والدفاع عن الاسلام وتعاليم الصحابة، وكان امام للمسلمين، ومع كل ده كان بيساعد زوجاته وكان عطوف ورحيم وبر بهم. علميه ان الاسلام بيحترم المرأة وبيحطها في مكانة عالية، وان المرأة هي الام والزوجة والابنة. علميه ان المرأة من اهم اسباب بقاء البشرية واستمرارها. علميه يحترمك ويحترم الاخت والابنة والجدة. علميه يساعدك في الترتيب والتنظيف والمطبخ. الاخت مش خدامة للاخ، زي ما هي هتساعده هو كمان لازم يساعدها. رب ابنك وعلميه الصح والغلط، علميه القيم والأخلاق، علميه يبقى راجل صالح، علميه يبقى زوج صالح، وصدقيني قبل كل ده هيبقى ابن صالح. خلي ولادك يبقوا صدقة جارية ليكي بعد مماتك، وعلى نهجك يربوا أجيال صالحة. انت اللي في ايدك تعملي مجتمع صالح أو مجتمع فاسد، وبرضه عشان مرات ابنك تدعيلك مش تدعي عليك. وبكده يكون انتهى الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون علمي انتفع به. ما تنسوش تعملوا اشتراك. الناس اللي بتتفرج من غير ما تعمل اشتراك او لايك، يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتدعمونا وتشجعونا وتقولنا رايكم. ما تنسوش في نهايه الفيديو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وشكرا.